اللي كانوا جاوزوا المعركات اللي كانوا يحسوا. البرنامج اي جرو واحد البرنامج اللي تم الانطلاق ديالو من طرف مكتب شركة الفوسفات بالتعاون مع منظمه اي واي اف اللي هي واحد المنظمه عالميه لدعم الشباب. هذا المشروع تمد على 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 مدى سنتين ونصف. الهدف ديالو هو تكوين الشباب في مجال ديال المقاولات، خاصه التكوين الفني، يعني كيفاش الشباب ديال العالم القروي خاصه يديروا مشاريع، يفكروا في مشاريع تنمويه للتشغيل الذاتي ديالهم، ومن بعد التمويلات سورتو انه كيفاش يطور المشروع. هذا هو الهدف. الهدف منه انه يشغل راسه ويشغل مع ناس اخرين في الاقليم، سواء اقليم رحامنا، اقليم اليوسفيه، اسفي، خريبكا، يعني في المناطق الفصفات. نحن جد سعداء اليوم تواجدنا بصخور رحامنا في حفل اختتام مشروع أنا أكبر من تنظيم المنظمة الدولية للشباب شراكة مع المكتب الشريف للفوسفات. صراحة هذه أزيد من سنة كانت فرصة جد مواتية، أننا كنا حوالي 80 شاب، وكانت مجموعة من الإحداثات أو مواكبة الشركات والتعاونيات في إطار أو في إطار مقاول ذاتي ل 48 شاب اللي استطاع أنه يشتغل ويدخل غمار سوق الشغل. اليوم تنجيبوا معنا واحد جوج نماذج ديال واحد جوج شباب اللي داروا شركة ذات مسؤولية محدودة وصغر، اللي متخصصة في المجال ديال الكهرباء والصيانة وفي مجال ديال الخدمات، وتعرضت هذا كنموذج داخل هذا حفل اختتام اللي عرف الحضور ديال السيد عامل إقليم رحامنا. وهذا تأكيد على أن حينما ينخرط كافة الشركاء المحليين والفاعلين المؤسساتيين بتنسيق وشراكة فعلية مع المجتمع المدني تؤكد على هذه الفاعلية، وعلى أن الخير إلى الأمام، وعلى أن الشعب وكذلك المؤسسات الوطنية هنالك إرادة ملكية سامية تدفع إلى التمكين الاقتصادي والاجتماعي للشباب. أشكر السيد عبد السلام موقيت المنسق الجهوي لمشروع أيجرو للمنظمة الدولية للشباب على التفاني ديالو، على المساعدة ديالو، على التقبل وتفهم المجموعة ديال الإكراهات والتحديات اللي لقيناها على المستوى المحلي، ولكافة المشرفين في برنامج أنا أكبر للمنظمة الدولية للشباب وكافة الشركاء ديالها. حنا كنختتموا مشروع اسمه أنا أنمو ولا I Grow بالإنجليزية، وهو مشروع كترعتنا فيه المؤسسة ديال المكتب الشريف الفوسفات، وخدمنا فيه في 5 ديال الجهات ديال المملكة اللي هي خريبكا، اليوسفية، أسفي، رحمنا والجديدة. وهذا المشروع من الاهداف ديالو على اننا كنشتغلوا عن طريق جمعيات محليه باش هما نكونوهم وننميو القدرات ديالهم باش يكونوا شباب في العالم القروي، باش انهم يكون عندهم درايه بالمقاولات، ولكن قبل من هادشي انه يكون عندهم الحس المقاولاتي واللي كنسميو حنا المهارات الحياتيه في المقاولات. فهذه كانت مهمه هي الاولى باش كنبداو، ومن بعد كنعملوا لهم تدريب باش يأسسوا مقاولات، كيديروا لي بيزنس بلان، ولكن بلا ما كيدريو على انهم كيعملوه بطريقه على ارض الواقع. وكثير ديال المقاولات استطاعوا على انهم يلقاو دعم مالي من مؤسسه محمد الخامس للتضامن، من المبادره الوطنيه للتنميه البشريه، من لي سونتر سكيلز ديال لوسي بي، وهذا يلاه بدايه. فالمهم هو الاستمراريه ديال المشروع. كنفكر في الشباب اللي هما بحالي،
الشباب اللي تقريبا عندهم نفس الفكر ديالي، الشباب اللي ما لقاش اللي يواكبهم، قلت علاش لا انا كمستفيد نكون كناقل لهذه الرساله لشباب وحدين اخرين. وشكون عندنا يكون عندنا تقريبا شي مقر اللي نقول هذه التجربه ديالي الشخصيه اللي استفدت نقولها لشباب وحدين اخرين باش يستافدوا. My name is Colton Hubbard. I'm the program director for the Middle East and North Africa region, and as such, I supervise our portfolio of programs in Morocco. I'm very pleased to be here today to close out the iGrow program, which is focused on advancing rural entrepreneurship in 5 zones in Morocco. We've had some excellent results, and I'm very impressed and pleased with the community engagement that we've seen around advancing opportunities for young people to become entrepreneurs and supporting them with the training and skills and business development services that they need to grow their ideas from an idea to a real viable and functioning business. So it's really a pleasure to be here and see all the engagement today. نواكبوا الشباب، شجعناهم على خلق المقاولة ديالهم والتعاونيات ديالهم بإقليم اليوسفية خاصة بمنطقة القنتور. هذا البرنامج صراحة اللي عطى واحد الدفعة قوية لمجموعة ديال الشباب ومكنهم من يخلقوا التعاونيات تاعهم والمقاولات ديالهم. هذا بفضل العمل الجبار اللي قامت به المنظمة الدولية للشباب بشراكة مع المكتب الشريف الوسطاط. كذلك ماشي غير هذا الشباب بوحده اللي استفد، حنا استفدنا من مجموعة ديال الحويجات كأنه تمكنا من مجموعة التقنيات اللي غتساعدنا نواكبوا شباب آخر إن شاء الله مستقبلا خارج هذا البرنامج هذا. حصريا على موقعنا، هل لديك صفحة وتريد أن تروج لها؟ هل لديك مؤسسة، محل، بضاعة، خدمات، وكالة سياحية أو علامة تجارية وتريد أن تروج لها؟ هل لديك إعلان، إشهار لسلع، آلات، ماكينات تريد الترويج لها؟ هل لديك دورة تدريبية، ملتقى أو دعوة افتتاح وتريد أن توصلها لأكبر عدد من المهتمين في مجالك؟ فتختار الزمن، المنطقة، المدة التي تناسبك. نحن نقترح عليك خدمة الإعلانات والإشهارات المدروسة. نحن نوفر عليك الجهد وسندرس الاستهداف بدقة لنعطيك أفضل النتائج.